شكراً جزيلاً حضرة السيدة مريم رجوي قائدة المقاومة الوطنية الإيرانية. أيها المشاركون الكرام والمشاركات الكرام، هنا من واشنطن أتقدم لكم بأحر التهاني بمناسبة حلول رمضان كريم، ونتمنى للجميع من أي مكان كانوا أن يلتقوا في أوطانهم الأم وينعموا بحرية والديمقراطية. لقد قيل لنا في واشنطن وفي عواصم أخرى أنه يجب أن لا نضع ضغطاً كبيراً على النظام القائم في طهران بأنه يدعي بأنه يمثل العالم الإسلامي، ونحن اليوم في بداية شهر رمضان المبارك. هذه المقولة هي التي سببت في التأخير والتأخر من قبل العواصم العالمية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، كي لا تكون في موقع صور للمسؤولين هنا في أمريكا أكانوا في الكونغرس أو في مراكز القرار بأن إيران هي فعلا الحامية، حامية حما الشعوب الإسلامية في المنطقة. أما الحقيقة فهي أبعد ما يمكن أن تكون عن هذا الشعار، وكما تفضلتم والجميع هنا يعرف هذا الواقع، فإن الميليشيات التابعة للنظام الإيراني هي التي تقوم بأكبر عمل ضغط وقمع وحتى إرهاب بحق أكثرية الشعوب العربية والإسلامية في المنطقة. ألم نرى ما حصل في سوريا مع الميليشيات التي تؤيد النظام، الذي فتك بمئات الآلاف ومن أكثريتهم، بالطبع هنالك أقليات ولكن من أكثريتهم من المسلمين سنة وغيرهم. ألم نرى ما فعلت الميليشيات التي تؤيدها السلطات الإيرانية في العراق في طول وعرض العراق، ليس مرة ولكن مرتان وثلاثة؟ ألم نرى ما فعله ولا يزال حزب الله في لبنان في مختلف الطوائف بما فيها الطوائف الإسلامية؟ وبالطبع ألم نرى ما قامت به جماعات الحوثي في اليمن ضد أبناء اليمن وأكثريتهم الساحقة هم من المسلمين؟ وقيل أيضا أن هذا النظام يمثل العالم الإسلامي واستقراره، وكيف ذلك وتقوم الميليشيات المرتبطة بطهران بقصف يعني المملكة العربية السعودية؟ وكم من صورة تأتي من المملكة العربية السعودية مع صواريخ الباليستية والدرونات التي تستعمل ضد شعب هذه المملكة والدول الأخرى؟ وأكثر من ذلك، يقال أيضاً أنه النظام الإيراني هو يحمي الشيعة على الأقل، وكما سمعنا منكم الآن وفي الماضي بالعكس تماماً، فأن النظام الإيراني وميليشياته هم الذين قمعوا الشيعة العرب في العراق. ألم نرى ما حدث في خريف 2019؟ أكثرية الذين قتلوا أو جرحوا أو خطفوا أو عذبوا من بغداد إلى البصرة هم من الشيعة. ما جرى في لبنان مؤخراً، اغتيالات لمثقفين شيعة، ما جرى داخل صنعاء واليمن. ولكن الأهم من كل ذلك، النظام الإيراني هو الذي كان يقمع أكبر كتلة شيعية في العالم وهي في إيران نفسها. وقد تكلم المشاركون عن الزمن التي بدأت فيه هذه العمليات القمعية ضد الشعب الإيراني، بدءا طبعا بمواجهة المقاومة الإيرانية وفي قلبها مجاهدي خلق، وما حدث في العام 1988 من إعدام لأكثر من 20-30 ألف من المساجين السياسيين. بعد كل هذه الصور الدموية التي تمتد على ثلاثة عقود، كيف يمكن أن نقول أن النظام القائم، نظام الخميني القائم في طهران، هو يحمي المسلمين؟ بالعكس، إذا قلنا شيئا، إذا فهمنا شيئا، أن هذا النظام هو يقف بوجه تحرر المسلمين وتحرر الأقليات الأخرى المسيحية الأزيدية وغيرها. وبالتالي فعل الغرب عامة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة، أكان عبر الكونغرس
أو عبر الإدارة أن يكون لهم تفهم أعمق للواقع الموجود على الأرض، فأن أكثرية المسلمين من عرب وإيرانيين وأتراك وأكراد وأثنيات أخرى في المنطقة هي تعرف تماماً خطر هذا النظام عليها، وبالتالي فإن التوصية الأساسية هنا في بداية رمضان أن يساعد العالم وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية شعوب المنطقة وعلى رأسهم الشعب الإيراني وخاصة المعارضة الإيرانية وفي قلبها المقاومة الإيرانية أن تكون ناجحة في إيجاد تغيير سياسي في إيران لتنعم المنطقة بالسلام وبالاستقرار والازدهار لجميع أبنائها. ونشكركم جدا على هذه الدعوة اليوم.